انت متأكد يا زكي ان النريمان موجودة هنا؟ ايوه عالمي، ده من كتر حفلات الرقص اللي عندها ما بتلاقيش وقت تروح فيلتها. لا يا شيخ، بقولك البلد ما فيهاش شغل. انا جايلك بصفة ودية مش كصحفي، عايز اسألك عن حاجة. حاجة ايه؟ مريم رياض الله يرحمها، مالها؟ انت كنت اشتغلت مع مريم رياض في مسرحية شقاوة البنات. حصل. مريم رياض كان معاها شهادة من أكاديمية التمثيل في كاليفورنيا. أنا عرفت إن الشهادة دي مزورة. مزورة؟ واللي زور الشهادة دي هو نفسه اللي زور شهادة الدكتوراه بتاعتك. شهادة إيه بتاعتك اللي مزورة يا بيه؟ أنا الدنيا كلها عارفة إن أنا معايا دكتوراه في علم النفس من بلاد بره، والشهادة معايا وموثقاها من السفارة ومن وزارة الخارجية. بقول لك الشهادة معايا، حطها في عين التخين. أما مريم مزورة شهادتها، أنا معرفش الحكاية دي، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. واللي عمل كده يبقى جوزي كاف ألف. كاف ألف؟ ده جاسوس ده يا أخويا ولا إيه؟ أنتوا مين يا جماعة وعايزين مني إيه؟ أنت كنت متجوزة عرفي سنة 98 مش كده؟ وبعدين بقى أنتوا حد زيكوا عليا يا بيه؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ هتردي على الباشا نعيمة. نهارك أسود. أنت عرفت الاسم ده منين؟ احنا جايين نعرف منك معلومة وهنمشي، مش قاصدين اذية ليكي يا بي. انا معرفش اي حاجة عن الكلام اللي انت بتقوله ده. انا صحيح ساعة عرض المسرحية كنت متجوزة محسن النجار المغني، بس ده ما بقاش عرفي ولا حاجة. لما مراته قفشتنا مع بعض وعملت فضيحة، مصر كلها ساعتها عرفت ان احنا متجوزين، وساعتها انا غيرت اسمي عشان خفت من الفضيحة. الدكتوراه بتاعتك يعني؟ في دكتورة تشتغل رقاصة؟ الدكتوراه بتاعتي مش مزورة، وأنا بشتغل رقاصة برضاية. وده كلام ناس عاقلة برضه. ده أنا أبقى مجنونة لو ما عملتش كده. يا بيه اللي أنا بكسبه وأنا رقاصة في يوم واحد ما بيكسبوش رئيس جامعة في شهر بحاله. ده غير المركز الاجتماعي والسلطة. مركز اجتماعي وسلطة وأنت رقاصة؟ لما خدت الدكتوراه حبيت اطلع رخصه سواقه، قعدت 1000 سنه بجري في المصالح الحكوميه وبرضه الرخصه ما طلعتش. لما اشتغلت رقاصه بتليفون مندي اقدر اطلع رخص لاي حد وانا قاعده في مكاني وحاطه رجل على رجل. رخص ايه يعني؟ هتكون رخص ايه يا هلال يا اخويا؟ طلعتش هي. ايوه يا نجلة، انت فين؟ في مشوار. مشوار؟ اصلا انا عندك في المعرض وعرفت ان انت جبتي عربيات وحملتي كل اللي فيه وفضتيه. اتباعت يا حبيبتي. اتباعت؟ طب وفين نصيبي؟ لا يا حبيبتي معلش، مالكيش نصيب فيها. دي بيعه كنت متفقه عليها من فتره، بس ده ما يمنعش انك تجيبي بضاعه وتفرشيها، وده حقك، ما انت شركتي في المعرض يا بنت ال... أستاذ هلال، ليلى الشناوي ردت علي. هو إيه اللي طلعها فجأة في دماغك كده تتغدى بره يعني؟ عادي، تغيير مناظر، ما نفسكش تغير جو؟ لا أصل يعني مستغرب الحنية الزايدة دي،
ايه؟ في حاجة عايزاني اخلصها لك؟ هو لازم يعني يبقى في مصلحة؟ اخسى عليك يا جمال، على طول ظالمني كده. عموما بكرة تعرف غلاوتك عندي. ما انا حاسس. ايه ده؟ انت ماشية في الطريق ده ليه؟ ابدا، هنعدي على نجلة ناخدها معانا. انا قلت في حاجة غريبة من الاول. وايه الغريب في كده؟ انا ونجلة بقينا شركة في كل حاجة، واكيد يعني مش هستكتر عليها عزومة غدا برا البيت. مزعجها ليه؟ هو انت مش معاك مفتاح؟ افتح بالمفتاح اللي معاك. معايا المفتاح بس ال بس ايه؟ افتح. عامر بتعمل ايه في بيتي؟ يظهر يا جمال ان احنا جينا في وقت مش مناسب. بقالي كتير قوي ما عملتش لقاءات صحفية. في الحقيقة يا أستاذة سلوى، أنا مش جاي أعمل لقاء صحفي. نعم، أمال جاي تعمل إيه؟ أنا جاي بس عشان عايز أعرف معلومة عن مريم رياض. ياه، وأنا اللي قلت أخيراً عرفتوا قيمتي وجايين تكرموني. مريم رياض ارتاحت، ويا ريت أنا كمان أرتاح زيها وأنت ترتاح. لا أنا مرتاح كده. ارتاح أنت براحتك. انت عملت مسرحية زمان مع مريم اسمها شقاوة بنات. وطردوني منها. ايمها انت كنت افتكر متجوزها عرفي من واحد بيشتغل في وزارة التعليم. انا عمري ما اتجوزت عرفي. انا اساسا ما اتجوزتش خالص. طب مين كان معاكم في المسرحية غيرك انت طبعا وريهام شفيق وليلى الشناوي ونريمان؟ انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ كان في واحدة بتشتغل مع مريم في المسرحية، كان معاها دكتوراه، وكانت متجوزه عرفي من واحد بيشتغل في وزاره التعليم. انت قصدك على نعيمه اللي بقت نارمان؟ منها لله البعيده، هي اللي مشتني من المسرحيه وكانت بتخطف مني كل الادوار وقعدتني في البيت. مفيش غيرها اللي بتجوز عرفي كتير. انا الحقيقه رحت لها وسالتها عن موضوع الجواز العرفي ده، انكرت، قالت ان مش هي. طالما جواز عرفي والدكتوراه مفيش غيرها نعيمه سلطان، هو الحاجه اللي انت بتدور عليها دي مهمه قوي؟ جدا. طب انا هقول لك على حاجه، لو جبت لها سيرتها هتعرف تاخد منها كل حاجه انت عايزها. نعيمه متجوزه اتنين في نفس الوقت. اتنين؟ واحد في السجن والتاني رجل اعمال. لو المعلومه دي اتعرفت هتروح في 60 داهيه. طب وايه الدليل على كلامك؟ عاشور جابر في سجن وادي النطرون، روح واساله. خير؟ طلبت تقابلني تاني ليه؟ مش عيب تبقي راقصة محترمة وليكي سمعتك ودكتورة جامعية وتكدبي عليا؟ وانا هكدب عليك ليه؟ تخيلي لما ينزل خبر في الجرايد الفنانة نريمان تجمع بين زوجين، عاشور جابر المتهم في قضية فساد ورجل الأعمال فارس عوض الله. انت جبت الكلام ده منين؟ ايه هنكدب تاني؟ الراجل اللي انت بتدور عليه بقى مركز مهم قوي في الدولة، بقى راجل جامد، وانا بصراحة اخاف اقول لك اسمه، اخاف على نفسي. طيب مكانه ايه وانا اقدر اوصله؟ مركز تطوير المناهج. واسمه ايه؟ انت طلبت تعرف مكانه وانا قلتهولك، بلاش حكاية اسمه دي. طيب حكاية بقى الدكتوراه المزورة دي انا هسكت عنها بدمك تستفيديش منها، انما حكايه جوازك من اتنين بتهيألي يمكن ما اقدرش اسكت. خد بالك يا نعيمة. لا 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 يا حبيبي، انا مش عايزك تبقى زعلان كده، ده انت المفروض تبقى فرحان ان ربنا باين لك الحقيقه اللي كانت مستخبيه عنك. الو، مساء الخير يا فندم.
اه عزبني. حاضر يا فندم، انا هتصرف معاه. شكر قوي. ايه يا جمال؟ عز ماله؟ ابنك فين يا هانم؟ بايت عند واحد صاحبه بيذاكره عشان عندهم امتحان بكره. يا غاز. ايوه يا عماد، ما تعرفش عز فين؟ مش عندك؟ الولد قال لي ان هو بايت عند واحد صاحبه بيذاكره. ما تتصل بيه يا عماد. افهم، الولد عامل صفحه على النت بيسرب امتحانات الثانويه العامه، وهو مطلوب انه يتحقق معاه، ولولا ان هم يعرفوا جمال كان زمانهم قبضوا عليه وراح في 60 داهيه. ازاي زيزو يعمل كده؟ ماليش دعوه، اتصرف انت وابوك وشوف الولد راح فين. ابني هيضيع مني. طب اقفلي يا غاده، اقفلي، انا هشوفه عند حد من صحابه. ايوه بابا، انت فين؟ انا عند مندور. في حاجه؟ غدا كلمتني وبتقول لي ان زيزو طلع بيسرب اسئله الثانويه العامه على النت ومطلوب القبض عليه. زيزو، هلو. ايه ده، انت جاي لحد هنا عشان تطمن عليا؟ رفعت اجابه الامتحان على النت ولا لسه؟ يعني انت قصدك ايه؟ انت بتكذب ولا ايه؟ امك بقى كان ليها حق لما قالت لي ان انا ما عرفتش اربيك. البوليس بيدور عليك لما عرف انك انت ورا تسريب الامتحان، ولولا منصب ابوك كان زمان البوليس هو اللي مستنيك مش انا. انا ما عملتش حاجه غلط. اللي انت عملته ده هيضيع مجهود ناس كتير، ناس ذاكرت واجتهدت. واللي ذاكر واجتهد ده هيطلع ايه في الاخر؟ ولا حاجه. احنا عمالين نحفظ في مناهج ونذاكر في دروس بنخش ونرصها في الامتحان وبنطلع ناسيينها اصلا. انت بتفكر ازاي؟ انا مش فاهم. اقفل الصفحه دي حالا. حاضر. انت عرفت منين اسئله الامتحان من قبل ما تدخل؟ ابو فادي صاحبي بيدي الامتحانات لفادي قبلها بيوم علشان يذاكرها. ابو فادي؟ اه. وابو فادي ده بيشتغل ايه عشان يوصل كده للامتحانات بالسهوله دي؟ اللي اعرفه انه ماسك المناهج بتاعت وزاره التربيه والتعليم. اه. اسمه ايه؟ اسمه كمال. كمال ايه؟ والله ما اعرف. قال له طب يلا الحق الامتحان بتاعك. بالعلم ننير سماء الكون. عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. مركز تطوير المناهج. كاف ألف كمال. اهلا وسهلا استاذ هلال، نورت المكتب. انت عارفني؟ طبعا، هلال كامل الصحفي المشهور ده. انت بقيت اشهر من نار على العلم. وعارف انا جاي لك ليه؟ الحقيقة لا، بس أنا تحت أمرك. أنا بعمل تحقيق صحفي عن فاسد جديد، مزور بيستغل منصبه في أعمال مشبوهة، وآخر حاجة بقى كان بيسرب امتحانات الثانوية العامة. مش فاهم قصدك، أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز أوضح حقيقتك للناس. شهادتك المزورة خليتك تبقى مدير مركز تطوير المناهج. أنت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مريم رياض أو نعيمة اللي بقت نريمان. أنا بحذرك تنسب لي أي حاجة أنا ما عملتهاش، وإلا في أساليب قانونية هستخدمها ضدك، وخصوصا إنك ما عندكش أي دليل ضدي. الدليل أنت عارفه كويس. فادي ابنك. فادي؟ وإيه علاقة فادي ابني بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ اسأله قبل الجهات الأمنية ما تحقق معاه بخصوص تسريب الامتحانات. وعلى فكرة أنا اللي هبلغ عنه. ايوه يا فادي، اسمعني كويس. انت قلت لمين ان انا اديتك الامتحانات؟ كده عدى يومين يا حبيبتي ولسه الفلوس ما وصلتش. انا اسفه والله، بس انا مش عارفه اجيب الفلوس منين. ما اعرفش، قلت لك اتصرفي، خدي بقى من بابي ولا من مامي. والله العظيم حاولت بس مش عارفه. بقول لك ايه، قدامك لحد النهارده بالليل، لو ما اتصرفتيش في الفلوس هتصرف انا. حددت المكان؟ حصل يا باشا.
بقيت كده يا معلم؟ بتبهن جدك وبتقول ان ابويا هو اللي بيسرب لنا الامتحانات؟ ايه اللي حصل؟ ابويا كلمني دلوقتي ونفخني. جدك راح للشغل وهدده انه هيبلغ عنا. يا ابني انت مش فاهم حاجه، انا جده جالي لحد هنا وقال لي ان البوليس عارف ان احنا اللي عاملين شوك، احنا لازم نقفل الصفحه دي حالا. زيزو اللي انت عملته ده صح؟ انت عارف لو مش عارفين ان انت ابني كان زمانك فين دلوقتي؟ بابا انا جده جالي قبلك وقال لي كل الكلام اللي انت ممكن تقوله ده. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. الله اعلم بقى لما جدك يعرف هيعمل ايه. مش بعيد يبلغ عنك عشان يتكرم في الوزاره ويشوشر عليا. خلاص انا هقفل الصفحه دي خالص. بالعلم السلم ده مكتب الزهور بالعلم ننير سماء الكون. التمثال ده كان في شقة مريم وكان مكسور، ايه اللي جابه هنا؟ التمثال متأكد ان هو ده المكان؟ اه يا باشا هو ده المكان، ده المكان اللي انا شفته وحددته على الجهاز. ده مش معقول هنفتش الناس دي كلها يعني ولا ايه؟ معقول ما بيردش عليك يا ابو ست خين يا عسل انت؟ انت مين؟ انا يا ستي انا عملك الاسود في حياتك يا روحي. يلا نحلي بقنا بقى بشويه سكر كده يا سكر بالمناسبه السعيده دي. يلا افتحي ايدك افتحي ايدك يا اختي يا اختي يا اختي. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كلمت عصام؟ والله كلمته بدل المرة 10 لكن ما ردش. أنت عارفة إن اليومين دول يومين امتحانات فتلاقيه يعني مضغوط في الدروس. ما هو كل يوم بيخلص الدروس ويرجع البيت. اشمعنى امبارح بس اللي بات بره؟ لا اله الا الله. استغفر الله العظيم. انت محسساني انه لما بيرجع من شغله بيجي لازق جنبك مع انه بيفضل في الاوضه بتاعته قدام الكمبيوتر بالساعات وما بنشوفوش غير ساعه الاكل واحنا اللي بنندهله. انت سالت عليه صابرين؟ لا طبعا ما كلمتهاش. ما هو مش معقول هيروح لها وهي لسه عروسه. خلاص اسكتي بقى وما تصدقيش دماغي، انا تعبان ثم ابنك مش صغير. لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. جيب العواقب سليمة يا رب.